ادري صعدنا بالليل، شو راح اصلح الجيزر؟ لك شوف هذا الجيزر لازم اصلحه، لازم اصلحه حتى اثبت العمي صاحب انا عبقري. هو انت مال عبقري عبقري هاي نعرفها، بس احكي لي شو راح اصلحه. لك بابا هو شو راد له؟ اخ لو عندي درنفيس فحص بس. ايه تفضل عيني، هذا الدرنفيس الفحص وهذا السكول اسباني بعد. اي والله هي هاي السكول اسباني تفيد وهذا هم يفيد، بس هي هسه المشكله شلون راح اصلحها؟ ها شلون راح اصلحها؟ دير وجهك دير وجهك، هاي درنا وجهك.